شلون اكله شلون اكله ترد الروح رد كباب شهرزاد. ها كباب شهرزاد شنو هذه اكله تركيه من اعماق اسطنبول. عما هذا هيك اكو شيء يسوون بالطبخ يعني قلت الاكلات مال العراق ورحت لاسطنبول وين الدول بين بين انا اقول ليش ليش اساليني سؤال خلي اجاوب الجواب اي ليش لا اساليني السؤال خليني اجاوب السؤال؟ الجواب شنو السؤال قولي لي علي وانا اسالك اساليني قولي لي ليش تطبخين هاي الاكله ليش تطبخين هاي الاكله لانها من حضاره اسطنبول التركيه العريقه نعم عمي اريد يعني اعيش اللحظه ممكن بس هي مو اعرق من حضارتنا يلا فوتي بزودك اي افوت بزودي سوي لي هاي تو خل ابدي اول ما تقولي اكشن اقول انا متعلمت لي كلمه تركيه ايه؟ يعني صباح الخير ايه؟ قولي لهم جونايدن جونايدن ايه جونايدن 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 من كثر ما تباوع عن تركي يلا هذه الاكله تعبر عن تراث اسطنبول جهزنا هنا شهرزاد كباب عباره عن مكعبات من لحم الغنم سلقتهم بدون ما اضيف المي ويا ورق الغار وعواد القرفه لحد ما انطبخت عندي نص استوى وهنا بديت احمص بالبصل وبعد ما حمصته بشكل كامل ضفت له الفلفل وذبلناه بشكل كامل بعدها ضفنا له اللحم حتى نحمصه ونطبخه ويعطيني النكهه اللي جدا لذيذه ضفنا له البهارات والمنكهات الكمون وهنا ضفت له البهارات الشطه المجروشه وضفت له البابريكا وشويه من الفلفل الابيض وبعض البهارات حسب ما انتم تحبون واكيد ضفنا الملح تبناها بالاخير ضفنا له المعجون والكاتشب ودبس الرمان واخيرا ضفنا له المي حتى يستبش عندي وتصبح التتبيله جاهزه اما بالجنب الاخر فجهزنا الباذنجان وبعد ما قليناه على شكل مكعبات ضفناه كطبقه اولى بالفخار وضفنا له هذه تتبيله اللحم مع البصل والفلفل زيناه بالفلفل الحار حسب الرغبه والطماطه وشويناه لمده 40 دقيقه طبعا الى ساعه بالسليفون وقدمناه ونقول لكم الف مليون عافيه اما الحلو فحلو سهل وسريع قدمناه بوقت قياسي هو تشيز كيك التوت بالفرن كانت مكوناته جدا سهله الطبقه الاولى عباره عن بسكت مطحون مع زبده ذوبناه وخلطنا اما الطبقه الثانيه عباره عن 10 حبات من الكيري واحد كوب من القشطه والفانيلا وحبه من البيض وملعقه ونصف من النشا ربع كوب من الحليب المحلى وربع كوب من الطحين وربع كوب من الحليب البودر خفقناها كليتها بالخلاط بعدها جهزناها وضفناها على الطبقة الأولى دخلناها للفرن حوالي 20 دقيقة أقدم لكم إياها بالشكل هذا وأقول لكم ألف مليون عافية وهذا الأكل الحلو يرد الروح ويا صفرة يا أكيد.